عين على حلب وأخرى على مجلس الأمن الذي صوت بالإجماع لصالح مشروع قرار فرنسي يتعلق بنشر مراقبين أمميين لمراقبة عملية إجلاء المدنيين من شرق حلب، وهذا أبرز ما تم تداوله عن حلب اليوم. ونبقى في حلب، لكن مع تصريحات للفنانة المصرية إلهام شاهين عن النظام في سوريا أثارت استياء كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ تم توجيه انتقادات للفنانة المصرية بسبب دعم قوات الأسد أثناء استضافتها في برنامج 90 دقيقة على قناة المحور. نتابع ما الذي قالته إلهام شاهين وأثار هذا الاستياء الكبير. أنا امرأة عربية أقول الرأي ال 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 اللي بتأكيد في صالح الشعب السوري، لأن في ناس تقولك أنت بتقولي رأي في صالح بشار الأسد. بشار الأسد بالنسبة لي واحد بيحاول يحافظ على بلده من إيد الإرهاب، والجيش أنا بعتبرش الجيش ده، أصل هما بيعملوا الجيش كأنه منفصل، بيقولك الشعب السوري والجيش السوري. هو الجيش ده مين؟ ما هو واحد من كل بيت موجود في الجيش، أخوك أبوك ابنك، ما هو